موضوع ابي وجودها معانا في الستات فارق مع ناس كتيره جدا. في ستات كتيره جدا بيكلموني مفيده بعت لنا الفيديو بتاع مش عارفه ايه. المهم هي موجوده معانا النهارده, والنهارده هي مكرسه للمراه العامله اللي عايزه تهتم بوشها بس ما عندهاش الوقت. فهي ماسكات سريعه جدا جدا تقدري تعمليها وتحافظ على بشرتك. ابي هلو بيبي. هلو جايز, مساء الفل, مساء القشطة والورد والياسمين. النهارده مساء الجمال, مساء القشطة حبيبتي, قمر في الاخضر عليك, ربنا يخليك عاملين ماتشنج كلنا يا الواناتك. المرأة العاملة ومشكلتها دايما ان هي ما عندهاش وقت. يا جماعة انا عايزة اقول لكم باسهل الطرق تقدري ان انت تعملي ماسك. وكانت برضو كمان من الناس اللي ما عندهاش وقت, ده مفيد. فاني واي هي all the time. يا سو انا هعمل لك حاجه النهارده جديده شويه وسريعه. ده البزور الكتان, البوتوكس الاصلي النظمي رسمي فهمي. بزور الكتان طول الوقت البوتوكس, امال النشا ايه؟ لا النشا الفيلر, النشا فيلر. يبقى بزور الكتان بوتوكس والنشا فيلر. كان اي ريموف ذس. هم حلوين ويجننوا بس هم عاملين مش اركن ايه, عاملين قلعوني اهو يا باشا. انا لن اخذهم. لا خذيهم. انا بس كل اللي انا هعمله ان انا اقلعوكي اقلعوكي عشان الكاميرا مع الخشب. معلش انا اقلعوكي يا شباب. دي ار فيري نايس انتزاع مؤقت, مش سطو مسطح. بذور الكتان يوم اجازتك تقدري ان انت تطحنينها وتخليها بودره وتحضري العفريت السهل البسيط. اول حاجه لبان ذكر الكولاجين. يبقى احنا هناخد بذور كتان بوتوكس اند الكولاجين معاها مع معلقه كده نعاير, وناخد واحده فقط لا غير. يبقى انت عندك اعملي بقى معلقتين عشان نقسمهم انا اورايت. هناخد اتنين بذور كتان. ده عشان انا وسهير مطحونه بالبيت عشان ما تكونش مضروبه يعني. أوكي. اتنين اوكي, عليهم ملعقتين برضو نفس الحكايه من اللبن البودره. ابعتوا ولا حماقة يشتري لك شويه اي نوع لبن بودره. يس. وبتنزلي عليها بتدريج باللبان الذكر الكولاجين. يبقى انت خدتي ثلاث مكونات مكملين لبعضياتهم, ثلاث حاجات بسيطه الصبح بدري قبل ما تروحي الشغل. استعملهم ازاي بقى؟ هتدوبي الحاجات دي هي كده هو مع بعضياتها. انا في البرنامج ده ادوب لك الحاجات, وهتبتدي تشوفي التخانه المظبوطه بتاعها. اذا حسيتي ان هي خفيفه تقدري تزودي لبن بودره, تقدري تزودي بذور كتان لحد لما القوام بتاعك ينظبط. يا اتس اب تو يو على مزاجك يعني. يس. عشان يكون ماسك فعال هيديكي. بحطه الصبح ممكن بالليل قبل ما تنامين لو ما عندكيش وقت وراجعه مشغوله ومش فاضيه. ولا تنامي بيه؟ لا تبشريه من على وشك لما ينشف. يفرق. تبشري يعني افرق. هي وي جو. بص بمنتهى السهوله حضرتي ماسك. الاختياري ليكي زيت العنب او زيت الشاي الاخضر. ليه بقى؟ على حسب مزاجك علشان ادي التغذيه الكامله المتكامله للماسك بتاعي وما يجففش. ده زيت عنب. وزيت العنب ده عند العطار عادي؟ ايوه زيت عند العطار. ودايما لما بتعملي ماسك ارجوكي حاولي تريحيها قبل ما تعملي القهوه يعني. يعني كده انت داخله تعملي نسكافيه الصبح ورايحه الشغل. اقوم حاطاه تروحي عاملاه وتروحي حاطاه يعني على البشره يعني يعني مع ممكن احط بقيه الانجريدينز عشان يبقى ابي ممكن احط لها بقيه الانجريدينز عشان انا وسوسو هنقسمهم مع بعض. يس يو كان. لو هي مش هتكون ضخينه بس ما تزوديش ماء لبان ذكر بزياده عشان ما تكونش مايصه يعني. عشان ما تبقاش مايصه. يبقى الماسك ده مكون من ثلاث مكونات على الريق كده اهو بمنتهى البساطه تقدري تصنعي. الماسك التاني بذور الكتان, اللبن البودره, ميه اللبن الذكر. يس. ده اسمه بوتوكس. ده البوتوكس. ده البوتوكس. Yeah. وانت هتعملي انا هزود لك نوع هعمل الكولاجين. انت ليك الاختيار. لو انت كبيره في السن هتحتاجي كولاجين اكتر. ستات 21 سنه يعني ما علينا. المهم ما تقفريش بس يعني ما علينا. بذور الكتان هي الكولاجين الاصلي المؤصل, برضو بتجيبيها صحيحه من عند العطار وبتبتدي تاخدينها
على حسب رغبتك. عايز تعملي وجه بذور الكتان الكولاجين؟ لا بس دي مش بذور الكتان، دي بذور الشيا. سوري، بذور الشيا اللي انت بتساليني على ده ولا ده؟ لا انا خلاص عرفت انا بعمل ايه. انت بتخليني ده البوطه عشان انا ما نتخلبطش. لا ما نتخلبطش. يا بذور الشيا، بذور الشيا هي المعادن الاصليه اللي محتاجها الوجه. برضو هناخد تو المعادن هي الكولاجين الاصلي. اوكي ناو المشكله في البذور دي ان انت اول ما بتحطي عليها اي ماده سائله او لزجه بتتحول لكتله عجينه. ايه اللي انت محتاجاه فوق بذور الشيا؟ هي الزبادي، اليوغرت. الزبادي بالميه بتاعته ولا من غير الميه؟ لا بدون الميه عشان يرطبه. بدون الميه الاول، وبعدين بتقلبي ميكس ات اب لحد لما تحسي ان هي بتندمج. يعني زبادي وبذور شيا. بذور شيا، يا زبادي وبذور شيا كده. انت بتاخدي الكولاجين مع المعادن مع ترطيب اليوغرت او الزبادي علشان يبقى الماسك بتاعك بيديكي الجلوينج بيبي جلو اللي هو التلميع النضاره. طب قولي هو بذور الشيا، بذور الشيا دي للنضاره يعني؟ يس. يعني ممكن اضيف لها هنا حبه؟ تقدري تقترحي لنفسك بقى، تشوفي اللي بيجيب معاكي نتيجه حلوه. حطي حبه شاي. خد حبه شاي من عند الجيران. شكرا عليها. يا جارتي العزيزه. ناو انا كده اهي، بصوا بدمجها ازاي. شوفوا انا محتاجه اعمل تفتيح بماسك الكولاجين. طبعا. ماسك الكولاجين عشان يديني التفتيح الصح لازم ادي بقى الميه دي، ماء زهر، ميه الزهر. اوكي عشان اخد تفتيح حلوه وريحته حلوه. يس بسيطه موت. حبه نونو عليها هتشربوا. ماء الزهر وماء الورد. ماء الزهر مبيض اكتر من ماء الورد. تمام. يس انت معروف عند كل الناس انه ماء الزهر هو عند العطار وفي الاجزخانه في كل حته. تقدري تستعمليها سليمه وتقدري تستعمليها مطحونه، لكن انا افضل انها تكون مطحونه عشان ما تحببش معايا في الماسك بتاعي. طب ينفع نعمل اندماج ما بين الوصفه دي والوصفه دي؟ تقدري تقدري اوف كورس، بس علشان انت تاخدي، عشان انت تاخدي كل ماسك على حده ليه. وفي نقطة كمان بتاعتي. دي فيها زبادي، ده فيها لبن باودر. الموضوع ده كولاجين. ده كولاجين هنا، انت مش محتاجة كولاجين هنا، في كولاجين من اللبان الذكر. اوكي عند هنا الكولاجين موجود في بذور الشيا. بذور الشيا مع الزبادي بقت بالشكل ده. شفتي تماسكت ازاي؟ لان المادة اللزجة اللي بيفرزها موجودة. انت كده محتاجه عليها فيتامينز او زيت او على حسب رغبتك. اللي هو ده زيت البرتقال. زيت البرتقال بتاعك اللي متصنع في البيت. نقطتين. زيت البرتقال اللي احنا عاملينه في البيت؟ يس. يعني ده مش هلاقيه ولا عطار ولا هتلاقيه، بس مش هيكون اصلا. بس هي عندها على صفحتها ازاي طريقه عملها. يعني سهله موت ان انت تصنعي زيوتاتك في يوم اجازتك وتخليها في دولاب المطبخ. زيوتاتك. يا انت هنا كده. لازم نديها درس عربي مهم. لا لا بالعكس، ده هي كل مره السنه اللي فاتت قلت اللهجه دي. انا بحاول افهم زيوتاتك. ابن الورمه. بنت لا دي مش هنعمل لها ترجمه، احنا هنعمل ترجمه للباقي اهي. بعد لما حطينا عليها المواد كلها مايت الزهر متماسكه. ده ماسك تاني. ده ماسك، ده ماسك لوحده تقدري تعمليه بالزبادي وبذور الشيا. ده اعمله امتى، الصبح ولا بالليل؟ اي وقت. طب لما انت تخلصي شغلك الصبح بدري، الوقت المتاح يعني. بس 10 دقايق وانت بتطبخي في المطبخ حطيه على بس خلي بالك ده في زبادي، فده ما يا دوبك يومين ويتعمل غيره. لا ده بيعيش اكتر من ده. ليش بقى؟ لان دي بتتخن وتفرز افرازات جيلاتينيه مع الماده الفعاله من اليوغرت. واللي ما شافش مقادير وصفاتنا موجوده اهي، بس انا عايزه اسال سؤال، ده بقى عمره قد ايه؟ قلت ده اطول من ده. يس ده من غير ثلاجه. من غير ثلاجه ده ممكن لو احتفظتي بيه في الثلاجه من بالليل جاهز للصبح انك تطبقيه على بشرتك على طول. طب وده؟ ايوه وده. وده تقدري تحطي عليه زيوت اكتر عشان يعيش اكتر، لان بذور الكتان بتفسد بسرعه. يعيش لمده قد ايه؟ يومين بالكتير. يومين بالكتير. يعني احنا نعمل على قد
هاتي زيت انا ادي لك عشان مش تضل دقيق على قد الماسك مش ان احنا بنعمل ونشيل انا بعمل بعمل ماسك ده باخده طول قوي انت انا ما بعملش اوكي هنتخانق نو قبل ما نتخانق طيب. انت دلوقتي عملتي الماسك بتاعك لو ما عندكيش المكونات بتاعه الزبادي وعندك حليب جوز الهند تقدري تاخدي منه نقطه فقط لا غير حليب جوز الهند من الحاجات اللي هي اصلا يعني بتديكي طراوه مع ميه الزبادي حليب جوز الهند متاح عند اي صيدليه كده انا عملت تغذيه عاليه جدا خدي الماسك فعال رهيب ما فيش منه مفر اولا واخيرا الماسك ده لو ما كاستيش البشره كلها هتلاقي جزء اسود وجزء ابيض يعني ده أوه. دي بتفتح ادينا بقى الماسك ده وابتدي في الثالث ده للتفتيح ده للتفتيح وكولاجين ومن ده ملكه الخميره نبتدي نقول يا هادي الخميرة. ماسك الخميره بسم الله الرحمن الرحيم هيعمل ايه ماسك الخميره ورز. ماسك الخميره ما بيتحفظش في الثلاجه او بيتم في ايه ماسك الخميره من الحاجات اللي هي اصلا بنقول عليها الفيلر والكولاجين والبوتوكس وكل حاجه في الخميرة اليابسة. الخميرة اليابسة من الحاجات الأساسية في حياتي وحياة كل الست. كمان الرز. هتاخدي كبشة أو معلقة رز. يبقى أنت يوم أجازتك هتطحني بذور كتان هتطحني شوية بذور شيا هتطحني شوية رز وتخلطيهم مع بعضياتهم كل واحد في برطمان. أوكي؟ أنت كده ضربتيه. أدي الرز أمامكم. أوكي. هاخد منه ملعقة أو ملعقتين برضو على حسب الرغبة alright أنا مش هعمل كتير عشان ده مش هيقعد أوكي كمان هتحتاجي الشوفان مش هيقعد ده احنا عندنا مشكلة تقدري تاخدي المكونات الجافة المطحونة وتطبقيها حطي ناني قدامك حطي ناني الشوفان مبيض مفاعل نووي رهيب بيبيض أي منطقة في الجسم الرز وشوفان معلقتين ومعلقتين ماشي خلاص ماشي يا سيدي خلاص شوفان ناو الماده الجافه اللي هي الخميره من عند اي سوبر ماركت الخميره حاجه بسيطه جدا انت تقدري تجيبيها مش عاوز حاجه انت مش عايز الزيت بقى ده مش زيت ده خل التفاح خل التفاح مفتح مع الشوفان بيديكي نتيجه تبييض عاليه جدا بتنزلي ما بيحرقش البشره ده لا خلي التفاح صراحه سنسيتيف سكن لا خلي التفاح يعني رهيب يعني هو كميه قليله اعتقد يعني انا برضه يعني انا بسال السؤال ده عشان كل الناس اللي زيي اللي عندهم سنسيتيف سكن حساسه تقدري تستعملي ان خلي التفاح مش هعمل لهم مشكله لا لا طيب نعمل تجربه الاول على حته صغيره وبعدين لو تمام نكمل صح اوكي علشان البشره الحساسه مش هنحط خل التفاح هنحط بديله ماء الزهر هندوب باقي برضو. المكونات انا كده حلت لكم مشكله السنسيتيف سكين حلو برضو الواحد لما يبقى دايس ناو كده انت بتاخدي البديل لو انت بشرتك حساسه وبتبتدي تدمجي بسرعه 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 عشان الخميره تتحول لماده ساحره رهيبه فعلا بجد يعني لا يعلى عليها زودي زودي هنزود حاضر صح انا بس yes. برافو عليكي شوفي هي تماسكت ازاي لما هي تماسكت فممكن ازود بنزود بسيط ماء زهر او ماء ورد اذا متاح ما تطلقيش ده بقى كده ما نطلقش ده الماسك ده علشان خاطر يعمل فيلر يبيض يدي نضاره yes. حلو ده ناخده برضه ده رهيب 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 ده رهيب حبايبي عارفين عني ان انا اصلا بس هو ده بيحط في نفس اليوم ده بقى يعني, يعني انا بشرب القهوه بقى. انا بشرب القهوه اعمله اوكي ناو في لو في وقت انا اعمل لك حاجه ثالثه رابعه انت تعملي اي حاجه انا انا ممكن اعمل لكم حاجه جديده لو حابين انا نفسي بقى تعملي لي مره جديده الله بجد يعني ما زودش ما زودش حاجه ثانيه خلاص هو دي التخانه انا بوريك التخانه قبل ما نحط نقطه الزيت انا نفسي تعملي بقى فيتامين اي 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 انا نفسي تعملي لي حاجه بقى yes. انا نفسي تعملي لي مزيل للميك اب طبيعي علشان انا فيري سنسيتيف سكين ومن كتر ما جربت كل حاجه بقت كل حاجه بتحرق لي في وشي طيب انا ممكن حتى ميه الورد يعني حتى اللي هو اسمها ايه ميه ورد
حتى دي بتعمل لي مشكله. اوكي دي انا هعمل لك مزيل ميك اب ناو دلوقتي. انا لما الورد ما من الزيرو اوكي يعني نفسي مزيل ميك اب احط كده. هي وي جو. خلاص المره الجايه تعمل لنا ادي ماسك الخميره الفعال اللي فعلا بجد بيملى كل تجاعيد الوجه. نمبر 3 ماسك الخميره ونبتدي نقول مزيل الميك اب. ايه ده هتلحقي تعملي من الزيرو؟ عندنا وقت ناو فور a few seconds. بجد هتلحقي تعملي؟ يس. طب والبوله؟ خدي بوله فاضيه. اني بوله اني بوله عليا انا. اورايت اند عايزه منه يا سوسو. Can I have that spoon please? Yes. Yes. Yeah. Thank you. مزيل الميك اب السريع الفعال. اوكي. امام الكاميرا من الزيرو. وهي ما تعرفش متحضر. انت بتجربي وتقولي لها مره. هتحطي ملعقه من الحليب البودره. اوكي. وعليها لبان ذكر منقوع. اوكي. ودوبي. اوكي. وده طبعا ينفع كل انواع البشره. اي بشره. لان دي حاجه طبعا. وعليها حليب جوز الهند. حلو قوي. هو اصلا حليب جوز الهند لوحده مزيل ميك اب يا كده كده دوبيهم مع بعض وبقطنه من المحلول ده. جوز الهند زيت جوز الهند. بشرتك هتستفيد. لا اي زيت الميك اب. الحليب انا اخترت ناو من المكونات. من الحليب جوز الهند من عند العطار. حليب جوز الهند لبن بودره لبن ذكر ثلاث مكونات مع حليب جوز الهند بتدوبيهم مع بعضياتهم. واحسن شيء في تايلاند ماليزيا انك تنضفي الميك اب بالحليب. حليب جوز طبعا او الحليب بس يا جماعه صح. الحليب بس الزبادي بس زيت جوز الهند بس ده مرطب وبينضف البشره وبيغذي البشره وبيديكي نضاره. ما يديش الحرقان. الحرقان اللي عندك خالص خالص خالص. بضطر اخد حاجات الحساسيه ويغذي البشره كمان. فده احسن حاجه عشان البشره. حليب جوز الهند حليب بودره لو متاح. خلاص لبان ذكر كولاجين الاصلي. ولو مش متاح زي ما بنقول حليب او زبادي او زيت جوز الهند هو بيبقى سايل كده. يس. بقطنه بقطنه وقوم فاتحه وتعملي كده على الوش لحد لما تحسي ان وشك اشربه. لبن بودرة وانقع ايه؟ لبن ذكر. اللبن ذكر وممكن تحطي عليها نقطة زيت عشان تاخدي تنظيف. بلاش مناديل كلينكس عشان برضو البشره. لا قطنه قطنه القطن بس. واحنا ينفع ناخد الحاجات دي معانا واحنا مروحين ازاي؟ هنعملها ازاي؟ انت تقدري تاخدي المكونات السهله وتعمليها. لقد عملتيها. يس. ساخذها معموله. اي نعم. اجربها ثم اتي اليك غدا ان شاء الله واقول لك ما هي النتيجه. بس لقد عملتيها دي ما تجيش عملتيها. لقد عملناها. لقد فعلناها. والله والله يا جماعه والله يا جماعه انا قاعده ريهرسنج. انا من قبل ما اطلع بحاول ان انا اتدرب اني ما اغلطش. لا حبيبتي احنا ناس حابين كده. انا سو هابي ان انا معاكم. تعالي بقى يلا اللي انا اخدته منك. احنا حابين. يلا يا قلبتي هاتي ايدك يا بيبي. هاتي ايدك يا بيبي. على فكره احنا بنرجع الحاجه دي احنا بنحبها فما تغيرهاش. انا ما بحاول ما بعرفش. لا 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 ما تحاوليش. خليها تتفلتي يا حبيبي. بس هي ما يعني احنا خليها تتفلت. يعني انت بتتفلتي وبتعملي كل حاجه احنا حابينها. طيب عادي احنا بنشكرك. ميرسي جدا جدا. معانا الاسبوع اللي جاي حضرنا بقى حاجات حلوه الاسبوع الجاي. لازم بوتاجاز بقى. حاضر بوتاجاز. واحنا اديناكي الوقت اهو. ادينا ثلاثه ماسك. اربعه يا ماما. اربعه 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 يا ماما. اربعه لو سمحتوا احفظوا الحاجات دي علشان الست دي مسافره بعد الاسبوع اللي جاي ده ان شاء الله وترجع لنا بعد فتره. تحياتي لحضراتكم. تحياتنا ليكم. بنحبكم. سهير اشوفك بكره ان شاء الله. عادي اشوفك الاسبوع الجاي ان شاء الله. بحبكم. باي باي. الى اللقاء. ثانك يو.